يعني ارتأى مجموعة من الشباب في أقصى شرق محافظة النجف الأشرف هذا اليوم، واختاروا هذا اليوم الذي هو يمثل اليوم الوطني بالنسبة لجمهورية العراق، فاختاروا هذا اليوم من أجل يعني المشاركة بزراعة الشوارع والمناطق في مدينة الحرية هنا في محافظة النجف. أيضا تضمنت هذه الحملة توزيع عدد من الشتلات على بعض المدارس وزراعة أبواب المدارس بهذه الشتلات التي تتناسب مع الأجواء العراقية. هنالك حملات مستمرة كثيرة في محافظة النجف وفي مختلف المناطق. هذه الحملة اليوم تضمنت 500 شجرة على أن تتبعها مراحل أخرى وزراعة أشجار أكثر في مختلف المناطق. أيضا هنالك حملة كبيرة تنظمها محافظة النجف ستنفذ يوم السبت المقبل. هذه الحملة ستشمل العديد من المناطق بمركز محافظة النجف وأيضا الأقضية والنواحي بمشاركة فرق تطوعية وأيضا بمشاركة ديوان المحافظة والبلديات الموجودة بالمحافظة. طيب محمد، يعني من تواجدك في النجف، كيف ينظر المواطن إلى مثل هذه الحملات وما هي إمكانية استمرارها وانتقالها ربما إلى شوارع أخرى في المحافظة؟ بالفعل زميلتي دعاء، هنالك يعني كانت دعوات سابقة قبل هذا الشهر، يعني الكثير من الدعوات من الناشطين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا سبقتها حملات مكثفة من قبل بلدية النجف وأيضا البلديات الموجودة بالمحافظة من أجل التثقيف والتوعية على زراعة الأشجار من أجل التخلص من الوطأة حرارة الجو المرتفعة التي يشهدها البلاد. كانت هنالك يعني استعدادات مسبقة، أيضا المدونين والناشطين كتبوا على صفحاتهم مرارا وتكرارا. نعم. إلى حين وصلنا لشهر أكتوبر على اعتبار أن الزراعة جيدة بهذا الشهر وتكون ملائمة لبعض الشتلات، لهذا هيئوا أكثر يعني من مئات الآلاف من الشتلات التي ستزرع خلال هذا الشهر بمختلف المناطق وشوارع العامة بالمحافظة. أيضا هنالك دعوات لتشجير طريق نجف كربلاء على اعتبار هذا الطريق مهم جدا ويفتقر للأشجار الظلية، لأن هذا الطريق يسلكه الملايين من الزائرين سنويا، لكن لربما سنشهد أيضا زراعة هذا الشارع مستقبلا.